بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. متابعينا الكرام من داخل مصر وخارجها، هناخذ فيديو ان شاء الله من داخل سوق السبت للجمال، سوق دراوي الدولي 26/8/2023 ونبدأ فيديو ان شاء الله ونشوف ونعرف لكم ان شاء الله الاسعار. السوق ما شاء الله فيه خير وفي طالع خير، الله اكبر، اللهم صل على النبي. ساك افطار في بيع وشراء، صل على النبي، صل على النبي، الله اكبر. بدا البيع والشراء ان شاء الله دلوك الساعه 10، بدا البيع والشراء فيه، كل واحد بدا يطرح ماله وبدا البيع والشراء. يا رجاله كل يا عمي ما شاء الله عليكم، السلام عليكم ملك. حبايب الرجاله ما شاء الله، رجاله المستقبل دي. كم البيع والشراء كان هنا يا بطل؟ كذا 37 كذا؟ جمل خشن الله اكبر، جمل طبعا. لا كله نوع على كبير. البيع والشراء في كل كم واحد امه؟ سته. سته؟ ما فيش غير ده هو بس الناعم فيهم. يا بطل؟ اه يا بطل. سته يا عم، سته سته. سته، واحد اثنين ثلاثة أربعة. على 37. دور الجمال ده على 37. حقين. استنى بس استنى. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء رجال ما شاء ابطال. لا تستنى بس الناس ما شاء الله. السلام عليكم عرف، ما شاء الله عليكم، الله يزيد نعمنا، ما شاء الله عليكم. البيع والشراء هنا كم بالصلاة على الحبيب؟ ب 40,000 ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. حبل واحد ان شاء الله، حبل واحد باذن الله. ام جمال خشنه بس فيهم برضه، فيهم جمال صغير بس الحبل يشيل بعضه، فيهم كبار، في جمال اكبر من الاربعين وفي جمال اقل من الاربعين. جمالين بعضه. اه هذه واحد وهذه ثاني، فيهم الله اكبر مال زين ما شاء الله. اسمك احمد. الله اكبر، دولة ست جمال بالصلاه على النبي. اول دخليت اول دخليتنا كده اول الاستفتاح، ست جمال البيع والشراء فيهم من 37 لحد 40، هم اصحابهم عايزين فيهم 40 حبل واحد، سته الله اكبر زي ما انتم شايفين، فيهم قعدان وفيهم جمال، فيهم ثلاث جمال كبار ازيد من 45,000 جنيه، بس الحبل بيشيل اسواق بلدنا. لا ورانا اسواق بلدنا، على الفيس ولا على اليوتيوب؟ الفيس من محمود عبد الناصر. المال بسم الله ما شاء الله، يعني فيهم اجمال خشنه بزيد على 45 وفيهم قعدان صغيره، يعني بس على النبي الحبل بيشيل بعض، يعني الجمل ده يعدي في ال 45 وده يعدي 45 الحبل. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. ازيكم؟ ايه الاخبار يا معلمين؟ ايه اخبار السوق النهارده؟ اخبار السوق والله برضه مريح. لا احنا بنعرف لسه لسه ان شاء الله يشتغل، هو يا دوب بسم الله بدات فيه حركه ان شاء الله. السوق طار حوالي كام النهارده؟ 1000 1000 1000 بهيمه. البهيمه بس برضه كويس السوق بالنسبه للسوق، السوق طار النهارده سوق امين يا رب. ايوه ازيك الحاج شادلي، نور السوق ما شاء الله تبارك الله. المعلم شادلي، السوق المعلمين بيقولوا النهارده طار حوالي 1000 جمل والصلاه على النبي. ابو محمود هنا برضه يا غالي، انت زعيم يا شادلي والله، حياك الله. ربنا مش للحاجه، امين يا رب. الله يوسع عليكم جميعا وصباحكم زين وصبحتكم كله ان شاء الله. بعدنا على ارض الحرام. امين يا رب، امين. حياك يا معلم شادلي، خرب ورانا صاحب صاحب السياح ده، ما شاء الله عليك. اكيد يا غالي، الله يستر علينا جميعا ان شاء الله. الله حياكم الله معلمين، جاي خير، جاي ان شاء الله خير، جاي ان شاء الله. خير، جاي. ولا زعيم هناك، ولا اسمك يا اخي عشان اسمع اسمك هنا. وقف هنا كلمني، وقف وانا بكلمك. السلام عليكم، من وين؟ انا من اسيوط. احلى ناس، كان عندي رجال الاسبوع اللي فات من اسيوط. الله يبارك فيك ما شاء الله. من فين؟ من اسيوط. ابو هاني ده من اسيوط برضه. اسيوط احلى ناس يا ابو. ما شاء الله رجال اسيوط بالصلاه على النبي عليكم، منورين السوق يا رجاله ما شاء الله. تجار اسيوط يا اخواننا منورين السوق من الصباح، صباحكم فل ان شاء الله. هنا في أربعة ثلاث جمال لحم بسم الله ما شاء الله تبارك الله، زي ما انتم شايفين مع شباب غرب سهيل، شباب اسوان، الشباب الصبرة، القلوب البيضة، صح رجالة؟ البشرة الصمراء والقلوب ايه؟ البيضة. بالصلاة على النبي الله أكبر، حاجة ما شاء الله تبارك الله. الناس دي يا اخواننا جمال ما شاء الله، بياكلوها ما بيحرموهاش من شيء. زوج رجالة ما شاء الله عليك، هي أخبارك يا زعيم؟ الله يعينك يا رب، الله يقويك حبيبي أخوي، الله يسترك ما شاء الله.
الله اكبر. زي ما انتم شفت تفاحات لحم يا اخوانا، دبابات لحم. فصل يا بطل كم؟ فصل 55. ما شاء الله ده كان يدخل في 70,000 جنيه او 65,000 جنيه ايام الغلاء يا اخواننا. يا غالي ايوه في نزول، الجمل نازل 10,000 جنيه من حق رسمي. انا معاك كل يوم هنا يا سيد اخوك، احنا وقت ما يكون السوق شديد بنقول السوق شديد، وقت الدوق. الله يوسع عليك يا بطل. ما شاء الله عند جمل بالصلاه على النبي مفصول 55 بس يا اخواننا، دبابه لحم. ايوه لحم، لا بس دبابه لحم يا عم. الله اكبر ما شاء الله تبارك الله. لا هم بيوكلوا الجماعه دول، بيوكلوا بالصلاه على النبي ما شاء الله تبارك الله. اه هصور دول تبعك دول؟ اه تبعنا بالصلاه على النبي ما شاء الله تبارك الله. ادي جمالين برضو لحم بسم الله ما شاء الله، تبع غرب السهيل برضو. اتفصل ده الاحمر بس الله اكبر ما شاء الله تبارك الله يا عمي مشرع. ده اتفصل 55,000 جنيه، الله يا ربي اقل منه حضرته اول ما نزل السوق 60,000 جنيه ما شاء الله. ده مفصول 55,000 جنيه، ده ناقص من ثمنه يا اخواننا 10,000 جنيه بس. زي ما انتم شايفين دبابات الله اكبر بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ده لسه ده له سرقة الجمل، شوفوا صدره الله اكبر بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لصاحب نصيبه وبارك للجماعة، وده لسه ما اتفصل بالصلاة على النبي. ان شاء الله ربنا يبعث لكم رزقه، الله يرزقكم ان شاء الله. هنشوف ده برضه لحم مع الابطال الصغيرين ماشي يا رجال، الله يرزقكم. كم يا ابطال ده؟ السلام عليكم. ما عارف ما شاء الله لحم ده ها؟ ما شاء الله تبارك الله، جمل حلو الله اكبر مشرع. الله يرزق العباد ويصلح حال البلاد. ابتسم عشان الصورة تطلع حلو. يا عم انت عايز فلوس الصلاة على النبي الله اكبر. صباح الخير يا عم الحاج. ما شاء الله تبارك الله. الله يرزق العباد ويصلح حال البلاد. الصلاة على النبي الله اكبر. ما شاء الله تبارك الله. مواليد لبدر المجال. ما شاء الله عليك يا معلم، ادل. ما شاء الله عندك سياح اليوم. عندي سياح. ما شاء الله تبارك الله. كام ده؟ ولا لسه ما فصل؟ ده؟ ده 35. لا بس بدون اجازة. والله العظيم. مطيع ده؟ والله العظيم. مطيع؟ طاوع؟ ده؟ طايع يعني عمانيه. الصلاة على النبي ما شاء الله، عود بلدي بالصلاة على النبي الله يبارك ما شاء الله تبارك الله. الله يرزق العباد ويصلح حال البلاد. يا سمرة ما شاء الله عليك. ما شاء الله السوق مليان خير بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كامل الشرف فيه. ما شاء الله ده موجود بلدي مطوع. السلام عليكم. السلام ما شاء الله عليك. يا مرحب. نور السوق والله. الله يبارك لي فيك يا زعيم. الله يعزك. ايه معك النهارده؟ ها؟ ايه معك النهارده؟ معايا بالصلاة على حضرة النبي الخمسة دول والاثنين دول. خمسة دول؟ دول أجمال دول ولا قعدان؟ قعدان قعدان كله بالصلاة على النبي. خمسة بسم الله ما شاء الله قعدان زي الوردة هم. مال طيب ومال سمع. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. المال زي ما أنتم شايفين مال مشرع. بالصلاة على النبي الله أكبر. ما شاء الله تبارك الله على المال الطيب. بالصلاة على النبي عليك. كام يا معلم دول؟ حبل واحد ولا بيع شرف؟ لا لا حبل واحد ولا بيع فردي؟ حبل واحد وما اقدرش اقول لك كام. لا لا ما تقوليش كام، انا بسال حبل. ما شاء الله تبارك الله. وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. بس شويه قعدان الله اكبر يعني. انت راجل محترم. الله يعزك يا بطل. شويه قعدان بسم الله ما شاء الله تبارك الله.
يا غالي ما شاء الله عليكم عالمين. ازيك يا معلم محمد؟ ماسك من وين يا زعيم؟ كانت الحج عباس كانت الحج عباس والحج عباس لا راجل بدري عمنا ده علم وتاجر للجمل ما شاء الله عمنا برضه صلى على النبي دول سته بسم الله ما شاء الله خمسه ايه يا غالي؟ انت قول يا غالي توكل على الله نازلت يا غالي خططوا عامه والسلام عليكم الرديسي وقرة خور الزق برضه كلام ما شاء الله احسن ناس يا غالي ناس الرديسي وناس خور الزق حياك يا زعيم جيراننا وعيال عمنا واخواتنا احنا اشتغلنا في الجمل من ايام وكان من غير صلاه من غير ما كم صلاه؟ هو الصلاه طلع له الماء العلم بيقول اشتغلنا في الجمال من يوم من قبل ما يطلع الاذان بالصلاة على النبي عليك بالصلاة على النبي دول أربعة برضه يا ذهب برضه يا معلم حبيبي أخوي بالصلاة على النبي هو بيصور صاحبهم بيصورهم بالصلاة على النبي الله أكبر برضه الراجل بيصور وينزل يعني دول خمس قعدان بسم الله ما شاء الله تبارك الله مشرعين حاجة تفرح كده حبيبي ذهب بعته ولا لسه؟ ما شاء الله يا أبطال هناك في بيع شراء في الجمل اللحم الصلاة على النبي الله أكبر كم وصل البيع الصلاة على النبي الله أكبر في بيع شراء هناك